يخضع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لاختبار طبي على هامش ميران الفريق اليوم لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه. وكان نيبوشا المدير الفني للفريق الأبيض قد قرر ضم اللاعب لمعسكر الفريق الذي يبدأ اليوم بالتجمع الخامس استعدادا لمباراة طنطا يوم 13 من أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة للدوري الممتاز. وأكد الجهاز الطبي للفريق الأبيض أن إبراهيم تعافى بشكل كبير من إصابته ويحتاج إلى المزيد من عمليات التأهيل ليصبح جاهزا بشكل كامل للعودة مرة أخرى للملاعب. يذكر أن الزمالك رفض عرضا من الرائد السعودي في الميركاتو الصيفي الأخير لضم إبراهيم مقابل 200 ألف دولار.